آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عوائل الشهداء والجرحى، عوائل الأسرى والأسيرات، عوائل المطاردين والمهاجرين عن الوطن، الإخوة والأخوات في الله، يا شعب البحرين الأبي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العلي العظيم. منذ بدء الخليقة والمجتمع البشري يعيش حالة من الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين المظلوم والظالم. وقد شهد التاريخ الإنساني صراعا مريرا وقاسيا خاضه المؤمنون بالحق والمتمسكون برسالات السماء في معركتهم مع الظالمين والمستكبرين والجبابرة، حيث لاقى هؤلاء المؤمنون وفي طليعتهم الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام فضلا عن أتباعهم والسائرين على نهجهم صنوفا متعددة من أشكال القتل والتعذيب والقمع والتهجير والمطاردة والسجن والحصار وقطع الأرزاق. وبالرغم من كل هذا لم يفلح الطغاة والظلمة من القضاء على الحراك الثوري المقاوم والمناهض لإجرامهم وبطشهم وظلمهم. وما يعيشه شعبنا الصامد اليوم من ظلم وقمع وسجن وحصار وغير ذلك من صنوف الإجرام والإرهاب ليس منفصلا عن تاريخ السابقين من عصر الأنبياء إلى عصر الأئمة وصولا إلى عصر الصالحين والأولياء، بل إنه امتداد لصراع الحق مع الباطل، صراع يتطلب من المؤمنين الصبر والثبات والتحدي والعزم والإصرار والمثابرة، صراع سيحسم بالإرادة الإلهية في نهاية المطاف لصالح المؤمنين ولدولة الحق، وهو ما بشرت به العديد من الآيات والروايات الشريفة، ومنها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: يصيب هذه الأمة بلاء حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم، فيبعث إليه رجلا من عترتي فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. من هنا ونحن على أعتاب اقتراب الذكرى الثالثة لثورتنا المباركة في منتصف شهر فبراير المقبل، نخاطبكم يا شعب العزة بالرغم من كل الآلام والجراح والمعاناة والتضحيات، نخاطبكم بروح الثائرين وبصلابة المقاومين، نخاطبكم بأمل المستضعفين ونور الشهداء والصديقين، بأننا نجدد العزم والقرار والاستمرار في طريق الثورة ضد الدكتاتور حمد حتى إسقاط عرشه المتهاوي. يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد.
الفن الثوري بلدة باربار، وبعد التوكل على العزيز المتعال نعلن عن تدشين ساعة العزة، وهي ساعة العد التنازلي، والتي من خلالها سنعمل سوية على التحشيد الواسع للمشاركة في تنفيذ عصيان العزة في منتصف شهر فبراير المقبل، وذلك بالتزامن مع الذكرى 3 لانطلاق ثورتنا المجيدة. فكونوا على أهبة الاستعداد واشحذوا الهمم لخوض هذا الاستحقاق والتحدي بكل عزم وإرادة وبمعنويات عالية. فلم يوقفكم الإرهاب الخليفي السعودي فيما مضى، ولم يوقفكم اليوم، ولن يوقفكم في الأيام القادمة إن شاء الله. في الختام نشير إلى أن فعالية ساعة العزة، ساعة العد التنازلي التي تدشن مساء اليوم، ستكون ضمن برنامج متكامل بين مدن البحرين وبلداتها، هادفة إلى التحشيد والتعبئة الجماهيرية لعصيان العزة حتى يحين موعد العصيان الشامل في منتصف شهر فبراير القادم. كما ندعو المجامع الثورية المقاومة لتجهيز العدة والعتاد لإفشال الفعالية الخليفية المسمات بمعرض البحرين الدولي للطيران المزمع إقامته من 16 إلى 18 يناير الجاري، حيث ستنفذ الفعالية الميدانية الواسعة تحت شعار سحب العزة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، 14 يناير، كانون الثاني 2014، بلدة باربار، البحرين المحتلة. هناك دعوة لأبناء شعبنا الصابر المضحي للمشاركة في فعالية ساعة العد التنازلي، ساعة العزة، وذلك في بلدة المقشع يوم الأحد المقبل 12 يناير الجاري. وفقكم الله لكل خير يا شعب العزة والكرامة، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.